وناخد تفاصيل. يعني احنا عايزين نكمل احتفالنا بيهم باعتلاء منصه تتويج بطوله بولندا المفتوحه للشباب تحت 17 سنه، وده بعد ما حققنا 2 ذهب. بطوله زي دي قلنا انها مش سهله، وبتشهد استعدادات وترتيبات على مستوى عالي. ده بقى اللي عايزين نعرفه دلوقتي، ازاي الجهاز الفني لهذه اللعبه الخماسي الحديث بيستعد لهذه البطولات؟ ايه سر النجاح عاليه وعلي في البطولة دي؟ معانا على التليفون الكابتن محمد علاء، مساعد المدير الفني لمنتخبات مصر الخماسي الحديث. يا كابتن صباح الفل. صباح النور. يا اهلا بحضرتك. طبعا في البداية الف مبروك، لكن عايزين نعرف الناس برضو اكتر عن بعثة المنتخب الوطني كانت عاملة ازاي للخماسي الحديث، وازاي استعدينا لهذه البطولة. بداية احب ابارك لعلي وعليا على البطولة القوية جدا اللي عملوها الحقيقة، واحب اشكر يعني اشكرهم على مجهودهم اللي دايما بيبذلوه، وطبعا اهاليهم اللي معاهم دايما في كل حاجه، والكباتن والجهاز الفني. بدايه البطوله كانوا سافروا قبلها بليله علشان خاطر يبقى في وقت ان احنا نقدر نأدبت على المكان بتاع البطوله ونشوفه، خصوصا ان في زي لعبه زي الاوبستكل، فاحنا محتاجين ان احنا نشوف الكورس قبلها والولاد يتمرنوا عليه. الجهاز الفني اللي كان معاهم كابتن ديفيد، وهو يعني مدربين يعني المتميزين في لعبه السلاح، وهو مسؤول عنهم في السلاح ومسؤول عن عاليه في تظبيط الاحمال والشغل بتاع اللعب بتاع عاليه في كل الالعاب، وكان مسؤول عنهم في البطوله في كل الحاجات اللي هم عملوها وقت البطوله. البطوله كانت بتتلعب على دورين، والحقيقه هم يعني قبلوا بلاء حسنا في البطوله في كل الالعاب. يعني في البطوله ما كانش هم من الحقيقه ما لعبوش تحت 17 سنه بس، هم لعبوا تحت 17 وتحت 19، وكان من المميز ان هم محققوا برضو ميداليات مع السن الاكبر منهم، ودي كانت المفاجاه اللي هم عملوها، واخدوا المركز الاول في تحت 19 سنه في البطوله. والصعوبه بتاعت الخماسي ان هم ما بيلعبوش مجرد يوم واحد، هم بيلعبوا يومين او ثلاثه متتاليين حسب البطوله وحسب عدد اللعيبه اللي مشاركين في البطوله. وكان برضو المميز ان هم قدروا يوزعوا مجهودهم على بقيه على كل الايام، فيطلعوا احسن نتيجه في كل يوم وفي كل لعبه هم ادوها. طيب احنا عندنا اسم مؤخرا في لعبة الخماسي، يعني واحنا قاعدين بنذاكر كده قبل الحلقة لقيت ان احنا عندنا كذا سنة ورا بعض ما شاء الله بناخد بطولات كبيرة وبناخد ذهب وبنوصل لمراكز متقدمة. لعبة الخماسي حصل فيها زي ما نقول ايه كده بوستنج لقوة اللاعبين فيها في اخر كام سنة، قول لنا التفاصيل ازاي ده حصل اصلا يا كابتن. هو ما حصلش الحقيقه من فراغ، هو كان بدايه من مجهود باشمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي. فكره ان المنافسه تبقى موجوده من اول الاعمار اللي هي قابله للمنافسه تحت 15 سنه، وان احنا بقى لنا اكتر من 10 سنين بنشارك بطولات العالم في الثنائي والليزر ران، ودي البطولات اللي كانت بتتلعب دايما خارج البلاد وبتبتدي من اول سن 9 سنوات لحد العمومي. فالولاد من صغرهم ابتدوا يتعلموا ويتمرنوا على فكره المكسب، وفكره ان احنا مش مجرد المشاركه المشرفه، لا المشاركه عشان نقدر نكسب ميداليه. الحقيقه الموضوع تدرج من اول زمان، يعني من اول العشر سنين كده لحد ما وصلنا دلوقتي ان احنا يعني لو رحنا بطوله وما خدناش مركز الاول في عدد الميداليات الذهب يبقى احنا كده مش كسبانين. وده برضو بسبب مجهود والدراسة والعلم اللي بيقوم بيها الاتحاد. زي ما قلنا باشمهندس شريف كان بيساعد في الموضوع دوت وبيسبورت جامد جدا. النهاردة ما بقاش عندنا مجرد مدير فني واحد، احنا الحمد لله الجهاز الفني في المنتخب متعدد. عندنا كابتن رؤوف مدير فني للكبار، كابتن ياسر المستشار الفني للاجهزه للمديرين الفنيين وللمنتخبات المنتخبات تحت من اول العمومي لحد تحت 17 سنه وتحت 15 سنه. دلوقتي عندنا كابتن عمرو السيد وكابتن ايهاب صامبو. كابتن ايهاب صامبو هو مدير فني تحت 17 وتحت 15، ودايما بيحاول على قد ما يقدر ان ينتقي اللعيبه المناسبين للمشاركه في البطولات والتمثيل اسم مصر. وزي ما حضرتك قلتي بالظبط، احنا الحمد لله دلوقتي ما بقيناش في بطوله بنلعبها الا لما نعتلي منصه التتويج، ده عظيم جدا على مستوى الفردي او على مستوى الفرق. طيب ازاي بيتم العمل على صناعه لاعب
للخماسي الحديث، ويعني هم بيتكلموا بدأوا من 7 سنين و8 سنين، ففي أكيد أولياء أمور كتير جدا بيدربوا أولادهم دلوقتي في النوادي، اللي بيدرب بقى سباحة واللي بيدرب جري واللي واللي، لكن في النهاية لعبة الخماسي الحديث بدأت تتعرف، فلو في حد مثلا حابب يدرب ابنه مثلا على هذه اللعبة يعمل إيه؟ أول حاجة يبتدي يعني السباحة، يعني السباحة هي أكتر لعبة مهارية يعني محتاجينها نتعلمها في الصغر أو كلعبة محتاجة تعليم من الصغر، فبنتعلم السباحة وبداية بنبتدي بالجري والرماية، لأن مسابقات الليزر ران والثنائي بتبتدي من أول 8 سنوات لحد ما بيتدرج، واللعبة دي بتفضل معاهم. تدريجيا بقى مع السن لما بيكبر بنبتدي ندخل السلاح وبنبتدي ندخل الأوبستكل، لما يبتدي ينضج جسديا يبقى سن البلوغ يبتدي يقرب علشان نحمي الولاد من الإصابات على قد ما نقدر. وانا في المداخله في اثناء المداخله كده وبدايه سمعت علي وعاليه بيتكلموا عن الريكفري، بيتكلموا عن النيوتريشن، لان هو حقيقي الخماسي لعبه مركبه، صعوبتها مش مجرد ان انا بلعب لعبه واحده وبتمرن تمرين واحد، احنا بنوصل ان احنا بنتمرن في اليوم اكتر من 5 ساعات، بنتمرن لمده 6 ايام، بيبقى في يوم راحه بس، فده بيحتاج ان الولد من وهو صغير يتعلم ده. يعني ايه يتعلم ده؟ يبقى بيتعلم الالتزام، بيتعلم انه عنده لعبتين، بيتعلم تنظيم وقته. الولاد دول بيبذلوا مجهود كبير جدا عشان يقدروا ينسقوا بين تمرينهم وبين دراستهم. احنا برضو من المميز جدا في الخماسي ان مفيش حد شاطر في الدراسه، يعني لو حضرتك برضو شفت الولاد هتلاقيهم كلهم متميزين دراسيا وعلميا، لان دي سمه البطل، ان هو لما بيلتزم في حاجه بيقدر يلتزم في كل الحاجات اللي هو المسؤوليات اللي بتبقى موجوده عنده. حقيقي. فهو يعني ولي الامر من البدايه يبقى فاهم ان هو يعني داخل لعبه ممتعه جدا هيستمتع بيها الولد، لان فيها تدرجات وفيها يعني زي ما بتقول ايه سلم كده، لما بتاخده بتحس بالمتعه فيه لما توصل للقمه ان شاء الله باذن الله. طيب لو حكيت لنا بقى الأداء بتاع علي والأداء بتاع عليا، كل واحد كانت إيه نقاط القوة اللي كانت في أدائه وإيه كانت النقاط اللي محتاجين نشتغل عليها أكتر في الفترة الجاية؟ يعني هو أدائهم مش هيقاس بالبطولة بس، هو أدائهم هيتقاس من أول لما زي ما حضرتك قلت كده من 7 8 سنين، والحقيقة المميز عندهم والمميز عند لعيبة المنتخب كلهم إن هم دايما بيحاولوا يتحسنوا، يعني بيشتغلوا على تحسين أدائهم دايما، وعلى طول عندهم متابعة لذاتهم ونفسهم بالأرقام وعلى مستوى الأداء. الحقيقة اللي بيميز برضو علي وعلي إن هم عندهم ال5 ألعاب كويسين، يعني ما عندهمش لعبة وحشة وحاجة تانية بتعوضها، يمكن بيتميزوا مسابقة الليزر رمز، لكن بقية الألعاب السباحة أو الجري أو الأوبستكل أو السلاح هما بيجتهدوا فيهم جدا، وحتى نتائجهم في البطوله كانت مميزه على مستوى سن 17 سنه تحت 17، وحتى لما لعبوا مع تحت 19 كان مستواهم كويس جدا في كل الالعاب. يشتغلوا على ايه اكتر؟ يشتغلوا على الحاجات اللي هم يشتغلوا على كل الاجزاء. احنا الجهاز الفني في الخماسي مش صغير، احنا عندنا مدرب جري ومدرب سباحه ومدرب رمايه ومدرب سلاح ومدرب اوبستكل، وعندنا الراجل الخاص بالريكفري، الدكتور الخاص بالريكفري، الدكتور الخاص بالعلاج الطبيعي لو في اي اصابات، لان اللعبه فيها متغيرات كتير فممكن يحصل اي اصابات لا قدر الله. عندنا الدكتور المتخصص في النيوتريشن، عندنا الدكتور المهم جدا متخصص في الفتنس، لان هو ده اللي بيقدر يوايم او يوزع المجهود بتاع الالعاب ويخلي الجسم قادر ان هو يستقبل كل التدريبات اللي اللعيبه بيتمرنوها. كل الشكر لحضرتك كابتن محمد علاء مساعد المدير الفني لمنتخبات مصر للخماسي الحديث، شكرا جزيلا لك.